بسهوله كده؟ ايوه يوم الثلاث الجاي ده. اه الله، بس اديني بياناته. اديكي بياناته طبعا، امال ايه؟ عايزه عيل كده يكون قصير ومكلبس كده شبهي. ايوه ومقلط كده. ايه؟ ها، وشعره يبقى طويل كده وسايح. ايه؟ واسود. ايه؟ عشان انت بتعملي ايه يا حاج؟ بتدخلي البيانات ده الكمبيوتر؟ لا، دي مستشفى الجلاء للولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحتي والنبي، ابن اختي بس في الحضانه وعايزه ازوره. والله يا حبيبي مش عارف اجيبهولك. ليه؟ السيستم واقع. يعني الكمبيوتر عندنا عطلان وعنده شغال كوسه هي؟ يا حبيبي الكمبيوتر بايظ. لا وريني اهو. ايه دي؟ يا كبرني يا هيبتني يا راجلني. تعمل ايه يا كبرني؟ في ايه؟ انا بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. يا نجر نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر 100 كنافه ولا برنامج الراقصه. كل اللي يخش نقعد نعمل كده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك براد شاي من الكبير قوي. البلاوي تعالى تعالى تعال يا حاجه، نقعد هنا شويه. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن. تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده يا حجي، لان الموضوع صعب. لازم ندرك ان الموضوع صعب، تمام؟ فلازم ايه؟ نتذاكي ننزل صب، تمام؟ عشان ايه يعني؟ اظبطي زوايا واتزان معايا وايه كده يعني. ننزل مره واحده. ننزل مره واحده عشان ما حدش يجي على التاني، عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي. بص انا هاخد كده يعني. انا اي ابقى الوضع ده ماشي. وانا ماشي, ماشي ربنا يلا. واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه في ايه؟ جايين البلد. جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ يا روما الله يا ليل يا قمر، والفركة باضت على البقر. سلام عليك. وعليكم السلام. سلام وبركاته. سلام عليك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتوا من ده جراح يا دي عربي؟ كتر السلام يا لي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا دي عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمده اهو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحينا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا، راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد. لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرى ايه. حصل ايه وغرى ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لي. العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله. انا مش عارف حاجه. تضايق؟ معلش معلش. انت راجل شاعر، انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا، واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الهام وجاي الهام. ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد.
نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. ياد بقيت عامل زي المصاصة من كتر النسوان يا هلا. والله يا حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيدة. الواحي. قول الواحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام. احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام ده. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا 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 المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمدي. يا راجل العمده راجل هايف. قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولاني. يلا انتهى طال. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بيهم. نكون احنا متجددين. ماشي. قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافه. يلا. بتقول ايه؟ ميك كنافه يا ميك كنافه اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافه يا ميك كنافه هات حته بلا سخافي. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاه. طموح. طموح. كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافه وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهارده ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرا موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام. ما هو الكلام ببلاش. يعني ايه تبقى بلدي ميت كنافه وكلها جلاش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا عمار. حلوة دي. شعرك حلو والله. يا لا في ايه ده انت شعرك بس ده للطبقات الراقية. احنا عايزين شعر للناس التافهة الهايفة اللي بيداس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفه. الناس الحقيري. ايوه خد دي. يلا. بلدي ميت كنافة جوه الصينية محصورة. معذورة. شطورة. اموري. بص العصفورة. اكلتني التطورة. تعال ناخد صورة. يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك. الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. اهدى. مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي. لا وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي. عارفها. انا جرالي ايه. عارفها. انا جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه. جرالي ايه. انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه. انت اتهبلت حبه بس. معلش. ايه ده في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه. ادي جرالي ايه. ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراخ. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه. قال لي فيه ايه. قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه اهو. ليل وعد ليل وعد ليل وعد.